بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وكيف نكون جميعا على قدر النادي الأهلي ومسؤوليته؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. كيف نكون جميعا عند مستوى المسؤولية، وكيف يكون الأهلوية في صف واحد يا باشمهندس؟ هو ده التوقيت. لا عايزين ندور مين زعلان من مين، ومين بيقول لمين ايه، ومين بيرد عليه، ولا مين مسؤول. خلينا دلوقتي نتجاوز هذا الامر، وخلي بالك التاريخ هو اللي بيوضح كل الامور. التاريخ هو الذي ينصف اذا ما حدش اذا حافظنا عليه، لان في ناس بتحاول تغيره، واحنا في اللحظه الراهنه دي ناس انتهزت فرصه انشغال الاهلي بمراره النتائج الاخيره، واصبحوا ملتحمين مع بعضهم حتى في صفحات السوشيال ميديا. ما فيش وحده، ما في يعني، وهيكتشفوا فجاه اننا جميعا قد حققنا اهداف المتربصين بينا، ونسينا ان الاختراق تجاوز الاعلام والصحافه الى صفحات السوشيال ميديا اللي كان الاهلي له وجود قوي موحد فيها، والان لا ترى هذا هذه الوحدة.